أعزائي، بنواصل دراستنا من مدينة أفسس القديمة. في هذه الحلقة رح نتكلم عن أسلكه بالحكمة. قبل ما نواصل في الموضوع، أنا موجود في طبعا المنطقة القديمة، الشارع اللي يعتبر قلب البلد، اللي مركز البلد على الجانبين، الدكاكين، خلف مكتبة سيلسوس اللي كانت ثالث مكتبة في العالم القديم. وخليني أقول شيء، يعني مثل ما ذكرت مرارا إنه روما كانت تأتي بثقافتها وبكل حضارتها بأبنيتها وهندستها، وهذا اللي بتشوفه من حولي في كل مكان. أنا موجود يعني صدق أو لا تصدق في مكان الحمامات العام اللي هو كان يعتبر التواليت العام، كان يعتبر مكان اجتماعي، الناس تيجي لهذا المكان. وخلفي كان بيت الدعارة، بنات مكرسات للإباحية كجزء من عبادات الهياكل أو الهيكل في هذه البلدة. وكمان كان يجوا الرومان بأسلوب حماماتهم، في حمامات الباردة والساخنة والساونا اللي هي كانت معروفة عند الرومان، حمامات البخار اللي طبعا الماء الحار وهكذا. اللي عاوز أقوله إنه كان في تطور معماري وهندسي، حتى البلد بنوها بطريقة جميلة، وكان في نظام للمياه، كيف تأتي المياه إلى البلد، كان بيحطوا أكوادكت قديمة ينقلوا المي، وأيضا المي اللي كانت تنزل من الحمامات أو التواليتات في مجاري أخرى، فكانوا متطورين في هذا الشيء. رح أتكلم عن أسلكه بالحكمة، لكن بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة معي، سأعود بعد هذا الفاصل. When you ask what Ephesus is like, actually it's very difficult to say because there are about 8 or 9 different Ephesuses, depending on what era you're talking about. Originally, the city was located around the great temple to Artemis, which was northwest somewhat of the ruins that you see today. And then later on in the New Testament times, they had moved around the great theater area, which is further south, next to a mountain range that rims Ephesus off from the rest of Asia Minor. The largest theater in the ancient world, 24,000 seats, was located on the brow of a rise overlooking a beautiful valley going down to the Kaistor River Valley out to the Aegean. 24,000 seats. It's an amazing acoustical marvel as well. And it's still there. Basically, some of the seats have been rebuilt somewhat, but it's a thrilling example of how good ancient acoustics were. You know, sometimes I wonder, how could Jesus feed the 5,000 and then even talk to them? Very often you talk in a church, and if it's more than 100 people or so, you need a PA system in a square room. Rectangular room. But every time I take a tour there, I have a woman with the weakest voice in the orchestra area. And those of us who want to climb to row X, Y, and Z at the top of that theater have no trouble communicating in a normal voice without benefit of electronics. It works. Somehow it works. The parabolic curve of the theater emphasized the sounds of the human voice. It works. We hear each other perfectly. It's an amazing phenomenon. يقول الكتاب: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. مفتدين الوقت. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق. وهم تتكلم عن التدقيق بالحكمة. علامة الحكمة هو التدبير، إنك تعمل وإنك أنت يعني تقرر بأمور في حياتك لأبديتك، يعني هذه الحكمة اللي بتتطلب من الحكمة الأبدية. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق.
بيتكلم هون عن حياة الاستقامة، بيتكلم إنه الإنسان يكون في مركز مشيئة الله، وبيتكلم إنه للشخص إنه في سلوكه اليوم وفي حياته يكون في كل شيء ليس فقط مستقيم لكن في مصداقية وفي صدق في كل شيء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. مفتدين الوقت بيتكلم عن فداء الوقت لأن الأيام شريرة. الفداء هون بيتكلم عن عدم تضييع أي فرصة، استخدام الوقت لأن الوقت هو عطية من الله، ولأن الوقت هو شيء ممكن نعمل فيه، والوقت اللي إحنا مثلاً منسجل فيه أو أنت بتسمع فيه سوف ينتهي. طبعاً عجلة الزمن تتقدم ولا تتراجع إلى الوراء، فبيتكلم عن فداء الوقت، يعني كأنك أنت بتشتري كل فرصة بدفع ثمن في أمور مهمة جداً اللي أنت بتركز عليها كأولوية في حياتك. ليه؟ لأن الأيام شريرة. بولس الرسول لما كتب رسالته لأفسس كتبها من السجن، وكتب كأسير، كان في سلاسل في سجن روما، وكان في سجن روما طبعا مرتين على الأرجح، لكن السجن الثاني كان في اضطهاد شديد في أيام الإمبراطور نيرون، مما ألقى القبض على بطرس الرسول وعلى بولس الرسول، ويقال إنه بولس مات واستشهد في سجن روما السجن الأخير وقطع رأسه. فعندما يكتب الرسول بولس يكتب طبعا بروح النبوة لأن الأيام شريرة، اضطهاد الرومان قادم إلى هذا المكان، وبالفعل حدث اضطهاد شرس في هذه المنطقة، مثلا في أيام الإمبراطور دوميشيان اللي في أيامه سبي يوحنا الرسول إلى جزيرة بطمس، وهون في المسرح كان في مش بس بيعملوا صراع الجبابرة لكن كان بيلقوا المسيحيين إلى الوحوش الكاسرة، طبعا بسبب الاضطهاد الشرس، لأنه المسيحية كانت تنادي لا عبادة إلا لله وحده، وهون البلد وثنية مليئة في العبادات الكثيرة منها عبادة أرطميس. فبحثنا أن نكون حكماء فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء. الشخص الجاهل مش عايش طبعا بأمور مرتبة أو في مخطط أو هدف واضح في الحياة، لكن الكتاب بيقول كحكماء بطالبنا أن نكون حكيم. وطبعا هنا الحكمة موجودة، يعني بتشوف مكتبة سلسيوس اللي كان فيها 200,000 مخطوطة، وبتشوف في تمثيل اللي بتمثل الحكمة، منها تمثال أثينا. أثينا هي إلهة الحكمة، لكن بولس بيتكلم مش عن حكمة هذا العالم. الحكمة إنك أنت تفتدي الوقت وإنك أنت تنتبه لأولوياتك وتميز الأمور الأبدية عن الأمور المؤقتة. فلا نسلك كجهلاء بل كحكماء. الحكيم بيعرف والحكيم أيضا بيدرك حتى ما يضوع أي فرصة. أحبائي ابقوا معي، سأعود بعد قليل. Paul has some interesting statements about Ephesus in his own writings. He said, I fought with wild beasts in Ephesus. And then quite a few scholars have talked about an Ephesian imprisonment of the Apostle Paul. And then he fought with beasts, and some guides will show you the amphitheater there where he fought with wild beasts. And they'll even show you Paul's prison in a mountain area when you go back to the coast on the pilgrim bus. But folks, there's no evidence that he was ever in prison there. And Paul himself says, I fought with wild beasts in Ephesus of the human kind. So isn't that rather the end of the argument? I don't think he was in gladiatorial combat there at all. And I don't believe there was an Ephesian imprisonment.
We know he was in prison in Caesarea, for sure, 2 years worth. And we know he was in prison in Rome. And the famous prison epistles are written, I do believe, from the northeast of Rome. There's the Praetorian Guard, and they had prisons nearby. Paul, of course, had custodia libera, free custody. He could live in his own rented house, you recall, with a guard. And so I believe it was certainly in Rome that the famous prison letters were written. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. مثل ما ذكرت الوقت هو عطية من الله. والله أعطانا هذا الوقت حتى نستثمر فيه لأبديتنا. وإنه عجلة الزمان لا ترجع بل تتقدم. فكل فرصة مهمة جدا في حياة الإنسان. لا كجهلاء بل كحكماء محتاجين الحكمة الإلهية، الحكمة السماوية، الحكمة التي من فوق. ثم يقول ولا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. لاحظ بقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كحكماء لا كجهلاء بل كحكماء. لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. هذه المقارنات، لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. مشيئة الرب واضحة من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس. ممكن نفهم مشيئة الله وإرادة الله من خلال الكلمة، بقراءتنا للكتاب المقدس اللي بتعطي الفطنة واللي بتعطي الحكمة واللي بتعطي الذكاء واللي بتعطي المواعيد واللي طبعا بتبكت الإنسان وبتوضح أمور آتية في حياة الإنسان. فنحتاج إلى كلمة الله. وأيضا نفهم مشيئة الرب من خلال الروح القدس الساكن في قلوبنا. الروح القدس طبعا يرشد، والروح القدس يذكر، والروح القدس يعلن أيضا لنا طبعا بتأكيد من كلمة الله. وأيضا بيستخدم الظروف حتى نفهم مشيئة الله. لما كتب الرسول بولس كان يدرك الأحداث ماذا سيحدث، أنه سيحدث اضطهاد، وأن الفرصة الآن مفتوحة، الفرصة الآن متاحة أنه نتكلم عن يسوع المسيح. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فرغم أنه بولس كان أسير، لكن بشجع المؤمنين أنه تكون عندهم الحكمة والفطنة والذكاء ماذا سيحدث، لأنه كان في اضطهاد قادم، وأنه يستخدموا ويستثمروا كل فرصة في حياتهم. وأريد أن أقول أيضا هذا مهم جدا لحياتك، فقرارك يحتم مصيرك بل يحتم أبديتك أيضا. يقول الكتاب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. اليوم هو يوم خلاص، فلا تؤجل. وبعدين يعني فكر شوي، يعني الله أعطاك العقل حتى تفكر شو الهدف من الحياة، بماذا تستثمر في حياتك، إيش أهم شيء في حياتك، ما هي الأولوية الأولى في حياتك. يقول لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. أنا بصلي اليوم أنك تمتلئ من معرفة الرب، من كلمة الله، من الروح القدس، وتكتشف أنه كل الأحداث وكل الظروف اللي بتحدث حوالينا هي بمشيئة الرب، وأنه الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر. أنا بدعوك اليوم أنك تستثمر في أبديتك وتفكر بحكمة وتختار بحكمة. اليوم خلاص يسوع المسيح اللي بيغفر خطاياك، بخلصك من الخطية، بيعطيك الحياة الأبدية وبيكتب اسمك في سفر الحياة. هل تريد هذا؟ أعزائي تواصلوا معنا، بنحب نسمع منك. When Paul gets to Rome, he has VIP treatment. And I think I know why.
And that is because Julius, who was the Roman guard in charge of transporting Paul from Caesarea to Rome, had been with Paul during the famous shipwreck voyage. And it was Paul who had saved the morale of that ship when even the captain and crew were giving up on the vessel. He remoralized them and gave them some morale. And indeed, he was of tremendous service also during the winter in Malta, healing the father of the governor there, a guy named Publius, you recall. So this is why Paul could ask his guard for a week so that he could go Christianize the Bay of Naples area. And this is otherwise, Julius would have said, are you kidding, fella? You know, we're going to Rome. No, no, he respects Paul. And I'm sure Julius put in a good word for Paul with the commandant because he gets custodia libera when he gets to Rome, free custody. He can live outside the prison, really, at a house that he would support, but also a Roman guard was there on a chain with Paul. So he was in prison in that respect as well. أعزائي من البازيليكا قديس يوحنا نواصل دراستنا عن مدرسة أفسس وفي هذه الحلقة رح أتكلم عن قوة الإنجيل. أنا بدعوك لتشاهد هذه الحلقة حتى نشوف كيف الإنجيل في القرن الأول انتشر رغم كل الظروف الصعبة ورغم كل الاضطهاد، لكن قوة الإنجيل وصلت إلى كل أنحاء العالم وبالتأكيد أيضا وصلت إلى هذا المكان. إذا عندك أي سؤال وإذا عندك أي استفسار إحنا منحب نتواصل معك، ولربما عندك اقتراح بتحب تكتبه من فضلك ما تتردد إنك تتواصل معنا. ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل. نواصل دراستنا في هذه الحلقة وعاوز أتكلم عن قوة الإنجيل. طبعا يسمى يوحنا الإنجيلي وهذا طبعا اصطلاح بالفعل ينطبق عليه أو يوحنا الرائي. أنا موجود في الكنيسة القديمة تسمى البازيليكا قديس يوحنا. بنيت هذه الكنيسة في القرن السادس ميلادي على يد الإمبراطور جوستينيان. هذه الكنيسة والكنيسة أيضا في إسطنبول آيا صوفيا، ويمكن بتلاحظ أنه كثير من الحجارة أخذت من المباني التي هدمت في أفسوس ومن معبد أرتميس حتى يبنوا هذه المباني الحلوة والتحف المعمارية والهندسة الجميلة في هذه المنطقة. احنا في أفسوس العليا اللي هي كانت أصلا موجودة في هذا المكان ورجعت في القرن السادس مرة أخرى إلى هذا المكان، لكن يوحنا خدم في هذه المنطقة على الأرجح من سنة 95 ميلادي أو حتى التاريخ بيقول أنه كان موجود في هذه المناطق لمدة 25 سنة. هو كان مع الرسل في أورشليم، وعلى الأرجح لما حدث الاضطهاد في أورشليم ابتدأ الخدمة من هذه المناطق من هذا المكان. قوة الإنجيل، قال يسوع اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. والرسول بولس لما كتب قال أعرفكم بالإنجيل الذي به تخلصون. فالإنجيل هو الأخبار المفرحة والأخبار السارة. فرسالة الإنجيل بتتكلم عن فداء يسوع المسيح، أي موته وقيامته من بين الأموات. هذا الإنجيل ابتدأ يمتد في كل مكان، والرسول بولس قال لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن،
بيتكلم عن قوة هذا الإنجيل وعن امتداد هذا الإنجيل. بولس لما جاء إلى أفسس جاء وقفة قصيرة في الرحلة التبشيرية الثانية، لكن في الرحلة التبشيرية الثالثة جاء ومكث لمدة 3 سنين، كان بعلم ويكرز بالإنجيل. استأجر مدرسة تيرانوس، ومكتوب سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين أيضا. الله دائما يؤيد الإنجيل والكلمة بالآيات التابعة. مكتوب كان الله يعمل آيات غير معتادة على يدي بولس، فسمع الكلمة والإنجيل انتشر في كل آسيا. ولما كتب بولس الرسول لأفسس اتكلم من السجن حتى يشجعهم، وعندما اتكلم عن الحرب الروحية قال حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. هذا إنجيل السلام بيتكلم عن الحرب الروحية، أنه يمتد إلى الأمام وينتشر، ليس بسلاح السيف ولا بالعنف ولا بالقوة، لكن بالمحبة والغفران والمسامحة. إنها ليس غزوات العنف أو فتحات العنف، لكنها فتحات القلب. فالمسيح أنار القلب وأنار العيون وأنار أيضا الخلود بواسطة الإنجيل. هذا الإنجيل امتد في كل مكان. وفي السجن الأخير لما بولس كان في سجن روما وكتب لتيموثاوس قال هذه الكلمات: اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم يصنعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فاصحوا في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. وبالفعل تيموثاوس خدم في منطقة أفسس وكان يكرز بالإنجيل، وكأنه صدى نبوة صوت الرسول بولس من السجن. رح يجي أيام أنه ناس تنحرف للخرافات، رح يكون مقاومة ضد هذا الإنجيل، وهذا الشيء منشوفه حدث في أيام يوحنا اللاهوتي أو يوحنا الرائي أو يوحنا الإنجيلي. عندما كان في أفسس شن هجوم عظيم ضد الكنيسة، ضد المسيحيين في أيام الإمبراطور دومشيان. أعزائي ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل. You have to remember that Ephesus is so prominent in terms of the early church history. The Apostle John brought Mother Mary, the mother of Jesus, to Ephesus, and there they stayed the rest of their lives. And John was buried in the Basilica of St. John right at the transept. And the tomb is visible to the present day yet, even though the church was never completed. The Basilica of St. John stands across to the north from the main ruins of Ephesus that we've been talking about in the New Testament. حدثت نهضة عظيمة في أيام الرسول بولس في رحلته التبشيرية الثالثة مثل ما ذكرت، وأنه سمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، وكان الله يعمل آيات غير معتادة على يدي بولس. كانوا يأتون بالمناديل والمآزر يضعونها على جسد بولس، وطبعا كانت يشفو من الأمراض، وكانت الأرواح الشريرة تخرج. فقوة الإنجيل أيضا دمرت مملكة السحر والعرافة في أفسس، وقوة الإنجيل إلى درجة أنه الناس كانت تأتي مقرة بأفعالها. وأيضا مكتوب هكذا كانت تنمو كلمة الرب وتقوى بشدة. عندما نتكلم بكلمة الله، كلمة الله قوية، هي سيف الروح الماضي اللي بيخترق من ناحية روحية الناس أيضا. في أيام الرسول يوحنا
جاء حتى يكمل البشارة ويكرز لأنه رسول، وأسس كنائس كثيرة في هذه المنطقة وكان له تأثير عظيم جدا. فعندما ابتدأ الاضطهاد في أيام الإمبراطور دومشيان، طبعا كان يوحنا معرض لهذا الشيء، وكانوا يحطوا المسيحية بالسجن وكانوا يقتلونهم، وحتى البعض كان يخدوهم للمسرح اللي شفناه الروماني ويطعموهم للحيوانات الجائعة أيضا. فالرسول يوحنا شجع تلاميذه والكنائس أنه يستمروا، أنه يثبتوا في الإيمان. لكن يوحنا دفع ثمن بسبب إيمانه، كان موجود في جزيرة بطمس وكتب رسائل يوحنا وكتب إنجيل يوحنا، مازال بركة حتى يومنا هذا. هذا الإنجيل أحبائي هو إنجيل الخلاص، بل هو إنجيل السلام، إنجيل اللي بغير الناس من الظلمة إلى نور، من الموت إلى الحياة. وهذا الإنجيل فيه قوة بالروح القدس، بالروح القدس. لاحظ أنه رجال عظماء اللي كانوا موجودين في هذه المنطقة مثل بولس الرسول، مثل تيموثاوس، مثل يوحنا الرسول، تلميذه بوليكارب كان في أيضا في منطقة آسيا، في منطقة سميرنا في إزمير استشهد هناك، وهكذا. فابتدأت المسيحية تنتشر بقوة هذا الإنجيل، مثل ما ابتديت أنه الإنجيل هو الأخبار السارة. وكل هذه البلاد اللي منشوفها في القرون الأولى أصبحت كلها مسيحية بسبب قوة الإنجيل وبشارة الإنجيل اللي كانوا ينادوا فيه في كل مكان. هذا الإنجيل له قوة أنه يكسر الحواجز ويبني جسور، وهذا الإنجيل اللي غير شعوب بأكملها، ووحد جسد المسيح من يهود ومن أمم، هذا العداء اللي كان موجود. وهذا الإنجيل كان بركة لكثير من الناس اللي تغيرت حياتها، وأيضا سبب نهضات عظيمة في بلدان كثيرة. هذا الإنجيل وقوته ما زال حتى يومنا هذا. أنت بتسمعني الآن، الإنجيل هو الأخبار المفرحة. بكل بساطة عاوز أقول أنه الله بحبك، والله عاوز يكتب اسمك في سفر الحياة، وأن الله دبر لك خطة خلاص. جاء المسيح ومات على الصليب من أجل خطاياك بديل عنك، وقام من الأموات لأجل تبريرك، وهو الذي قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فهل تسمح له أن يأتي إلى حياتك؟ هل تسلمه حياتك وتتبع رسالة الإنجيل وتؤمن بيسوع المسيح؟ بحب أسمع منك، تواصل معنا. الرب يباركك.